معركة إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات، واليوم ده أصبح تاريخ بعد 20 أكتوبر 1967 عيد للقوات البحرية المصرية. كان العيد ده قبل كده بمناسبة معركة ذات الصواري، كانت معركة كبيرة جدا بين الأسطول المصري والأسطول الروماني. أسطول روما جم علشان يحتلوا مصر، فوقف لهم الأسطول المصري في غرب اسكندرية، وكانت من كثرة السفن اللي اشتركت في المعركة دي سموها معركة ذات الصواري، لأن كل مركب فيها صواري، فعشان كده كانت هي عيد البحرية المصرية من قديمه، لغاية ما احنا حصل اشتباكنا مع المدمرة الإسرائيلية إيلات، اللي كان طعمها حوالي 350 ضابط وجندي، واحنا كنا لانشين صغيرين، لانش فيه حوالي 18 ضابط وعسكري. هي كانت جاية تدنس أو تخترق المياه الإقليمية المصرية، فاحنا طلعنا لها عشان لا عيب كده ما يحصلش انك انت تقدري تدخلي بيتنا، يعني بيتنا فيه اسود. الاسود اللي هم ايه؟ احنا اللي هم ايه؟ المصريين زي ما انتوا ابطال دلوقتي تحاربوا المرض، ان شاء الله تنتصروا زي ما احنا انتصرنا، وربنا يعيش فيكم، لان انتوا في منظومه جميله، منظومه يا ريت مصر كلها فيها المنظومة دي والنظام ده. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة.